دولة الرئيس نجحت السفر يعني الحكي عنه؟ نحن غير معنيين. مشهد خروج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غاضبا من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يمر دون لفت الأنظار، أكان محليا أو خارجيا. وسرعان ما بدأت الروايات والتأويلات، بعضها من نسج الخيال، فيما بعضها الآخر مبني على تسريبات لم تعرف دقتها حتى الساعة، إلى حين ورود رواية تبنتها وكالة رويترز، وإن صحت سيكون مصير الحكومة مجهولا. تحدثت مصادر الوكالة عن صفقة عرضها رئيس مجلس النواب على ميقاتي كانت تطبخ على نار هادئة بين الضاحية وميرنا الشيلوحي، نصت على أمر مكلف شعبيا للتيار الوطني الحر خصوصا قبيل الاستحقاق النيابي، وهو إقالة قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق البطار، ضمن سلسلة من التعيينات القضائية التي كانت لتطيح أيضا برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وفي المقابل يحصل التيار على إعادة تفعيل للحكومة وقبول للطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بشأن قانون الانتخاب ليبعد شبح تصويت المغتربين للمية 128 نائبا عنه. ولكن النقطة الأهم لصالح التيار تبقى إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمر الذي كان سيروج له التيار على أنه إنجاز سياسي للعهد. من شأن هذه الصفقات كان إغضاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لم يصدق كيف هدئت الرياح الخليجية عن حكومته. عبر عن عدم رغبته بالدعوة لجلسة مجلس وزراء كهذه تعطي مجال للتيار الوطني الحر وحزب الله بترميم قاعدتيهما الشعبية بغية تحسين وضعهما المشترك قبيل الانتخابات على حساب حكومة الميقاتي. وبعد تعبيره عن الرفض القاطع لتلك المخططات، كشف نجيب ميقاتي لرئيس مجلس النواب نبيه بري عن عقوبات غربية من المحتمل أن تطاله، مما أثار ردة فعل عنيفة عند الأخير سرعان ما تترجمت بإهانات للميقاتي الذي ما كان منه إلا الخروج وملامح الغضب تبدو على وجهه. خروج جبران باسيل غاضباً بعد صدور حكم المجلس الدستوري بشأن الطعن في قانون الانتخاب يصب أيضاً في هذا المنحى بعد فشل التسوية المنتظرة. المجلس الدستوري عن إحقاق الحق وعن تصحيح خلل كبير صار بالدستور وبالتالي ركن أساسي. من شأن هذه الصفقات أن تتسبب بردة فعل غربية سلبية قد جنبها نجيب ميقاتي للبنان، علما أن الحديث عن صفقة جديدة لا يزال واردا، إنما ضمن سقف أوطى.